قال الناظم رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللمسلمين. السلام. الرفع والنصب وجر نصره كالف بنا فإننا لنا المنح وألف والواو والنون لما غبا وغيره كقامه أعلم. نا من بين الضمائر تصلح في موضع رفع وفي موضع نصب وفي موضع جر، تقول كتابنا مفيد فنا موضعها جر، مر بنا موضعها جر، إننا موضعها نصب، أكرمنا موضعها نصب، حضرنا موضعها رفع، كالف بنا جر فإننا نصب، نلنا رفع، وألف والواو والنون لما غاب وغيره، الألف والواو والنون تكون للغائب وللمخاطب، المقصود بغيره هنا المخاطب للمتكلم ولا تكون له، فتقول الزيداني جاء غائبان، الزيداني يجيئان مضارع وماضي، وتقول جيء وتجيئان، وتقول الزيدون كتبوا أو يكتبون، الصيغتان للغائبين، وتقول يا زيدون اكتبوا أو تكتبون، وتقول الهندات يكتبنا أو كتبنا، وتقول يا هندات اكتبنا أو تكتبنا، فهذا ما نقوله وألف والواو والنون لما غاب وغيره كقام وعلم، اعترض عليه أنها لا تكون للمتكلم وهو طغى وغيره يدخل فيه المتكلم والمخاطب وهي لا تكون للمتكلم، قالوا لا حجة عليه في هذا، لا اعتراض عليه، لأن مثال ابن مالك جزء من قاعدته ومثل الغيبة والخطاب، قال كقام مثال الغيبة وعلم مثال المخاطب. نعم. قال من ضمائر الرفع ما يكون منفصلا، ومن ضمائر ما يستتر، من ضمائر الرفع ما يكون استتاره واجبا، ضمير الرفع أولا لا يستتر من الضمائر إلا ضمير الرفع، ضمير النصب إذا لم يجد نقول محذوف، كقوله تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا نقول حذف لأنه فضل، مر بالذي مررت نقول به محذوف لأنه فضل، ومن ضمير الرفع ما يستتر كفعل، ضمير أمر المخاطب المذكر استتاره واجب، قم لو قلت قم أنت، أنت شيء آخر، أنت ليس هو الضمير، لكن مفرد المخاطب لكن مفرد، تقول قم لو قال لو قلت قم أنت نقول أنت شيء آخر، أنت توكيد للمستتر، ما الدليل على ذلك؟ أن قولك قم كلام مفيد، والكلام في غياب الفاعل لا يفيد، معنى هذا أن الفاعل موجود، واضح؟ كافية واضح؟ شيخ مياه اسكن أنت توكيد، أنت توكيد كيف فعل؟ أوافق المضارع المسند للمتكلم المفرد كذلك المتكلم يكون استتاره واجبا نحو أقوم وأقوم، وكذلك المضارع المسند للمتكلم كما قوم، تغتبط المضارع المسند للمخاطب المذكر استتاره استتار ضمير فاعلي الضمير واجب. ومن ذكاء ابن مالك قال ومن ضمير الرفع لم يستقصي الضمائر الواجبة للستار، منها أيضا فاعل اسم الفعل اسم الفعل المضارع كأف وواء ووي، واسم الفعل اسم فعل الأمر نحو كتابي وصح، ومنه فاعل خلا وعدا وحشاء إن نصبت بها فصارت أفعالا فاعلها واجب للستار، ومنها فاعل أفعل في التعجب نحو ما أكرم زيدا، ومنها فاعل أفعل التفضيل نحو زيد أكرم من عمرو، وذلك ولأنه لم يستقصي قال ومن ضمير الرفع ذكر أبرزها وأكثرها. هذا مثال. أما الضمائر الجائزة للستار فهي الضمير العائد على المفرد الغائب كزيد يقوم، والعائد على المفردة الغائبة كهند تقوم، وبالجملة الضمير الذي يخلفه الظاهر يكون استتاره جائزا، تقصد أن تقول هند تقوم خالتها وزيد يقوم خاله، وكذلك من الضمائر الجائزة للستار وهي ثلاثة حصرا، الضمائر الجائزة للستار ضمير الفاعل الوصفي نحو زيد قائم أي هو، لأن الغائب يخلفه، تستطيع أن تقول زيد قائم أبوه، الضمير المستكن في قائم برز في قولك أبوه، واضح؟ أنا قوله ومن ضمير الرفع ما يستتر لم يستتر زيد قائم أبوه لم يعد مستترا، أبوه مرفوع بقائم، والعامل في العربية لا يرفع شيئين، عندما تقول رفع أبوه مرفوع بقائم لا تقدر أن فيها ضميرا،
لو قلت زيد حسن الوجه حسن لا تتحمل الضمير لأنها رفع الظاهرة، بخلاف ما لو قلت زيد حسن حسن تتحمل الضمير تقديره هو. عرفت؟ العامل لا يعمل في شيء مطلق، لا لا يعمل. يرفع نعم في اللغة العربية عامل الرفع لا يرفع شيء، عامل الجر لا يجر شيء، عامل النصب ينصب دون حدود. قال رحمه الله وذو ارتفاع وانفصال، واضح ذكر البيت وذو ارتفاع وانفصال أنا هو وأنت والفروع لس ضمائر الرفع المنفصلة 12 ثنائي للتكلم أنا ونحن لا تقع إلا في محل رفع، تقع مبتدأات وتقع فاعل في صيغ الحصر، تقول ما قام إلا أنا ولكن لا تقول قام أنا لأنه عند إمكان الاتصال لا يتابع الانفصال. أنا ونحن للتكلم، أنت أنت أنتما أنتما أنتن للخطاب، وهو وهي وهما وهن للغيبة، هذا ما قوله والفروع لا تشتبه. وقال وذو انتصاب في انفصال جعل إياي، والتفريع ليس مشكلة، ضمائر النصب المنفصلة هي إياي ونحوها إياي، والراجح أن عند الكوفي أن إياي كلها ضمير، وقال بعضهم إياي إياه هي الضمير، والياء حرف تكلم، وإياك إيا الضمير، والكاف حرف خطاب، وإياه إيا الضمير، والهاء حرف غيبة. قالوا ما الذي حملهم على هذا؟ خشوا أن يقدروها ضمائر، الضمير لا يضاف، الضمير الضمير لا يضاف، لا الضمير الضمير لا يضاف، إيا إذا كان ضميرا وكان الكاف ضميرا الضمير لا يضاف، يضاف إليه ولا يضاف. أنا أقول إياك فيها لغات يقال فيها إياك، هذا ماذا بكوفية يا شيخ؟ إياك نعم ماذا بكوفية؟ الكوفية أنها كلها ضمير، إياك كلها هذا أحسن وأسهل. إياك فيها لغات يقال فيها إياك وإياك بالتخفيف، وهياك وهياك بالتخفيف، وأياك وأياك بالتخفيف، وهياك بالتخفيف، وهياك بالتشديد لا توجد، نظمها بعضهم قال ويا إياك خففا أو شددي أو ابدلا همزتها هن ترشدي، واكسرهما معا أو افتحا ودع فتحتها مع شد يائها تطع، فحاصل اللغات فيها سبع بكلها قرئ قال الهمع. أنا قولي وذو انتصاب في انفصال جعل إياي، والتفريع ليس جملة الضمائر في لغة العربي في 60 منها 12 ضمير رفع متصلا، واثنى عشر ضمير رفع منفصلا، واثنى عشر ضمير نصب متصل، واثنى عشر ضمير نصب منفصل، واثنى عشر ضمير جر ولا يكون إلا متصلا. أمثلتها صار 60 5 ضرب 62 تقول في أمثلتها كما يلي، كتبت هي موزعة بالتساوي اثنان للتكلم أو بالتغير التساوي اثنان للتكلم وخمسة للخطاب وخمسة للغيبة في كل حالة، فتقول في الرفع المتصل كتبت كتبنا، كتبت 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 ما كتبت كتبتنا، فالغيبة زيد كتب إيه هو وهند كتبت هي والزيدان كتبا الألف وكتبوا وكتبنا، هذا ضمير الرفع المتصل. ضمير الرفع المنفصل ذكرناه قبل قليل، نحن وأنا وأنت وأنت وأنتما وأنتمنا هو وهي وهما وهما وهن. ضمير النصب النصب المتصل اثنان للتكلم أكرمني أو إني لا فرق، وأكرمنا أو إنا لا فرق، اثنان للتكلم وخمسة خطاب أكرمك أكرمك أكرمكما أكرمكم أكرمكن، غيب أكرمه أكرمها أكرمهما أكرمهم أكرمهن. ضمائر النصب المنفصلة ضمائر النصب المنفصلة 12 إياي وفروعها وبنفس التوزيع، إياي للتكلم وإياي للتكلم، والخطاب خمسة إياك إياك إياكما إياكم إياكنا، وخمسة الغيبة إياه إياها إياهما إياهم إياهن، فالجملة 60 بقيت عليها 4 الجر بارك الله نسيت الجر لا يكون إلا متصل، تقول كتابي أو مر بي تكلم، كتابنا أو مر بنا، وكتابك أو مر بك بك بكما بكم بكنا به بها بهما بهم بهن، بقي عليه 4 بقي عليه يا المخاطبة، عندما تحدث عن ضمائر النصب المتصل الرفع المتصل عبر عن المخاطبة بقولي كتبت، بقيت عليه تكتبين الياء تكتبين ضمير رفع متصل، واضح؟ بقي عليه عندما تحدث عن هذا مو زي الأول ليست بذا أي
اكتبي اكتبي لم اكلها لم اذكرها هذاك الضمير مثله قلت كتبت. بقي عليه الضمير المستكن في اكتب عندما تحدث عن المتكلم في ضمائر الرفع المتصلة قال كتبت. بقي عليه اكتب في الضمير المستكن تقديره انا بقي عليه نكتب تكلم تحدث عن الضمير المتصل مع المتكلمين قال كتبنا. بقي عليه المستكن في قولك اكتب نكتب. بقي عليه المستتر في قولك تكتب. الجمله اربعه صارت جمله الضمائر استقصاء اربعه وستين ضميرا. واضح؟ اربعه استدركت عليه نوع اخر. تكون ضمائر الرفع المتصلة 16 ضميرا من 12 ذكرت مع المجموع و 14 سلكت عليه أنا قوله وذو ارتفاع وانتصاب بانفصال جعل إياي والتبليع ليس مشكلة